الرحيم. النهارده معدنا مع الفزوره 53 من فوازير الحكيم 13 رمضان 1444. كان سؤالنا: ما هي او ماذا تعرف عن اكبر عمليه وأد بنات في التاريخ؟ وأد بنات دي من الحاجات اللي ملصقه دايما بالتاريخ العربي الجاهلي وفي القران الكريم، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. لكن اللي نعرفه احنا ان الوأد ده كان في عصر الجاهلية فقط واختفى مع ظهور الاسلام. وأد البنات هو في الواقع حاجة قديمة جدا في كل الحضارات، كانوا بيكرهوا البنات وبيحبوا الاولاد لأسباب كتيرة جدا. عند العرب كان وأد البنات السبب ثلاث حاجات فقط ليس الا. اول سبب هو الفقر، ولا تقتلوا اولادكم من املاق او خشية املاق. كان قتل البنات بالذات بيتم للفقر الشديد جدا، ان انا مش قادر اصرف عليها فحاتتها اول ما تتولد. الحاجه الثانيه كان خوف العار، خوف العار ان ممكن انا في القبيله بتاعتي القبيله الثانيه تغير عليا فتاخد بنتي او تاخد حد من اهلي، يعني من اهل بيتي بالذات بنتي، يعني تاخدها كاسيره عندهم وتبقى سبيه وجاريه وكده، وده يلحق العار بيا وبعيلتي. فكان عشان ما ادخلش في القصه دي فكان بيقتل بنته اول ما تتولد. والحاجة الثالثة كانت لو جت بنت في الأول فكانوا بيتشاموا منها فكانوا بيقتلوها أو يأيدوها يعني، ولو جه ولد فالبنات اللي بعديه ما بيتوئدوش. طبعا الكلام ده على الرغم من إنه مشهور جدا في العرب إلا إنه كان محدودا في بعض قبائل العرب وبعض عائلات العرب وليس كل العرب، بداية العرب ما انقرضوش يعني قبل الإسلام، لأن لو كل العرب كانوا بيأيدوا البنات ما كانش هيبقى فيه بنات للجواز. يعني من القصص المشهوره جدا عن سيدنا عمر بن الخطاب انه كان في الجاهليه وأد بنته، كان ده مش صحيح، الروايه دي لم تصح عنه رضي الله عنه وارضاه، بدليل ان حفصه بنت عمر ام المؤمنين ما حدش وقالها يعني. والحاجه الثانيه انه قبيله او عائله عمر بن الخطاب لم تكن من القبائل التي معروف عنها وأد البنات. الحاجه الثانيه ان لو حد من اشراف القبائل او من كبار القبيله او من كبار القوم تم اسر بنته بالفعل هو مش هيسيبها حقيقي، ده هيقلب الدنيا عشان خاطرها، وممكن يدفع فدية بالغالي والنفيس من أجل استخلاص بنته من القبيلة اللي أثرتها أو اللي خدتها كأسيرة، وممكن يدخل في حرب معاهم لاستخلاص بنته أو مراته أو أخته أو أهل بيته. والقبيلة اللي بتأسر بنت زعيم قبيلة تاني أو أخت زعيم قبيلة تاني ما بتعملهاش معاملة الجارية، لأنها عارفة إن الحاجات دي هتترددها بعد كده في أشراف بناتهم، فبرضه بياخدوها عندهم معززة مكرمة لغاية لما يجي أهلها يفدوها أو يتفاوضوا على يعني تحريرها يعني. فما كانش وأد البنات منتشر بالشكل الكبير ده في العرب في الجاهليه رغم انه كان موجود ومعروف. اما بقى كلامنا النهارده عن اكبر عمليه وأد بنات في التاريخ البشري كله، حصلت في القرن العشرين في الصين. ازاي بقى؟ الصين بعد بداية عصر ماو تسي تونغ اللي هو عصر النهضة بتاعهم اللي بدأ في الخمسينات والستينات والسبعينات، اكتشفوا إن عندهم زيادة كبيرة جدا في عدد السكان، فحبوا يعملوا تقليل لعدد السكان أو تحجيم للزيادة السكانية. الفكرة إن الزيادة السكانية أو المواليد يعني بيبقوا وسط كويس بين طرفين مش كويسين، الزيادة القوي في النسل وحشة والنقص القوي وحش برضو. في حاجة اسمها نسبة الإحلال اللي هي بتبقى 2:1، في حاجة اسمها نسبة الخصوبة الأول اللي هي متوسط الإنجاب للمرأة الواحدة. الأسرة مكونة من 2 ذكر وامرأة، يعني ذكر وأنثى، راجل وست يعني، فالمفروض إن هم يكلفوا 2 على الأقل عشان يفضل الجيل زي ما هو، يبقى الجيل الكبير 2 اللي تحت 2 اللي تحت 2 وهكذا. فهم دي اسمها نسبة الخصوبة، لو أكتر من 2:1 يبقى الشعب ده بيزيد في العدد ويبقى معظم الشعب أطفال وصغار في السن، لو بيقل عن 2:1 يبقى الشعب ده في المجمل بيقل في العدد مع الوقت، لأن مهما أنا قدرت يعني أطيل أعمار الكبار بالرعاية الصحية وغيره وغيره في الآخر هيموتوا. فيبقى معظم الشعب هيبقوا من كبار السن مش من صغار السن، وهيبقى العدد في الآخر بيقل. طيب الصين كانت نسبة بتاعتها أكثر بكتير طبعا من 2:1، فشافوا إن هم كده الزيادة السكانية دي خطر عليهم، فلجأوا في الأول إلى الحاجات الطبيعية اللي كل دول بتعملها اللي هي تشجيع تقليل النسل أو تشجيع عدم الإنجاب بشكل كبير. الكلام ده ما جابش نتيجة. ففي أوائل الثمانينات طلعت في دماغ الصين، وإحنا عارفين الصين لما تعمل حاجة بتعملها إزاي في شعبها، فرضت قوانين صارمة للطفل الواحد فقط، إنه أي زوجين هيخلفوا أكثر من طفل واحد
هيتنفخوا، هيتعمل فيهم اللي ما اتعملش في اليهود في الناس دي. يعني كان الطفل التاني بيتحرم من كل حاجه تقريبا في الحياه، من اول الرعايه الصحيه للتعليم لكل حاجه، والاب والام اللي معاه اكتر من طفل بيتعاقب عقوبات شديده جدا ويتلغي منهم الدعم وقصص كبيره جدا. فكان اللي بيحصل ايه؟ لما الاب والام تجيهم الاولانيه بنت، الطفل اللي هو الوحيد اللي هو لك فرصه واحده فقط للانجاب، لما تيجي بنت كانوا بيقتلوها في الغالب او في نسبه كبيره من الحالات. ليه؟ لان بالنسبه كمان للفلاحين وكمان للمجتمع الفلسطيني في الاول كان معظمه فلاحين ومزارعين، على عكس ما احنا متوقعين عنه دلوقتي هم حاليا معظمه صناعي، لكن ولغايه دلوقتي في نسبه كبيره من الشعب الفلسطيني شعب زراعي. لكن الفلاح بيبقى عايز اكتر الولد مش البنت، لان البنت في الاخر مهما رباها وعلمها في الاخر هتتجوز وتروح لبيت واحد تاني غيره، اللي هيفضل معاه في بيته هو ابنه. فكان لما يجي له المولود بنت كان بيقتلها، وحصلت حوادث كتير جدا لقتل البنات بمجرد ولادتهم، يا اما ان هم يرموهم في اماكن لغايه لما يموتوا، او يقتلوهم بسم او بحاجه قاتله، او حتى يدفنوهم احياء يعني وقت حقيقي بالفعل. بعد شويه في الثمانينات والتسعينات لما تطور العلم شويه وبدانا يعني نستخدم السونار او الاشعه الفلكيه بشكل مكثف، وبدا في وسائل لتحديد اعرف انا في اثناء الحمل ده ولد ولا بنت، فبدات عمليه قتل البنات تتم قبل ولادتهم في ما يسمى بالاجهاض. وانتشرت جدا جدا في الصين عمليات الاجهاض بشكل كبير جدا جدا، بالذات لو كانت بنت او لو كان طفل تاني. انا عندي طفل اوريدي معايا الولد وجاي مراتي حمل التاني، فهنزل التاني ايا كان ولد او بنت، لاني مش عايز اتحرم من المزايا ومش عايز اتعاقب العقوبات الشديده جدا اللي كانت الصين بتفرضها على كل من ينجب اكتر من واحد. السياسه دي نجحت بشكل يعني فوق المتوقع لغايه 2015 اكتشفوا المصيبه اللي هم حطوا نفسهم فيها، وان هم وصلوا الى مجتمع 4-2-1. يعني ايه 4-2-1؟ المجتمع المثالي هو 4-4-4، المجتمع اللي مش مثالي 4-8-16 او 4-2-1. ازاي؟ 4 ده الجدود، عندك جد وجده وجد وجده، 4-4 في جيل الجدود. الاربعه دول لو كل واحد في كل اثنين منهم متجوزين بعض خلفوا 4، يبقى الاربعه الاولانيين خلفوا 8. الثمانيه هيتجوزوا بعض هيبقوا 4 اسر، كل واحد فيهم هيكلف 4، هيبقى عندي 16 طفل. يبقى عندي 8 اللي هم الفئه اللي في النص جيل الاباء اللي هو الفئه العامله اللي بتشتغل في المجتمع، بتعول فعليا 16 لابن، زائد 8 الجدود بيعولوهم برضه لما بقوا في السن، يبقى 8 بيعولوا كام؟ 20. يبقى كل واحد بيعول 2.5، ودي مش مستحبه لان معظم الشعب هنا بقى اطفال. اللي وحش الثانيه برضه على الطرف الثاني 4-2-1 اللي هي وصلتها الصين، اللي هي الاربع جدود كل واحد منهم مخلف واحد بس، كل زوجين مخلفين واحد، يبقى اول اثنين مخلفين واحد واخر اثنين مخلفين واحد. فالاربعه دول هيخلفوا 2 بس، زوج وزوجه بس. هيتجوزوا بعض هيخلفوا طفل واحد بس، يبقى جيل الجدود 4، جيل الاباء بقى 2، جيل الاطفال بقى 1. فكل واحد من الاثنين بيعول 2.5 برضه، لان الجدود 4 والطفل 1 على 5 واللي هو 2، فاتنين على 5 يبقى ايه؟ كل واحد بيعول 2.5، ده برضه مش حلو. الحاله المثاليه جدا في اي مجتمع ان يبقى 4-4-4، ان كل اسره الاربعه الاولانيين جدود واسرتين يخلفوا 2 و2 يبقوا يخلفوا 4 برضه، والاربعه دول تسهيل هنقول ده متجوزوا بعض، يعني والدين من الاسره الاولانيه اتجوزوا بنتين من الاسره الثانيه او العكس. فالاربعه دول كل اسره خلفت 2 فبقوا 4 برضه في الجيل اللي بعديهم. هنا يبقى كل واحد من الأربعة اللي في الجيل اللي في النص بيعول 2 بس، اللي هما بقوا 4 الجيل المعيل، والمعالين 4 فوق 4 تحت يبقوا كده 8، فيبقى نسبة الإعادة بقت أقل. وده الصورة المثالية للمجتمع، ودي اللي محدش عارف يوصلها في العالم كله دلوقتي. معظم الناس يا إما أكتر من 4-8-16 زي ما كان بلادنا إحنا دلوقتي، الدول العربية في معظمها في مرحلة اللي هي الزيادة السكانية المفرطة. الدول الأوروبية وحاليا الصين دخلت في مرحلة الزيادة السكانية السلبية اللي بدأت تبقى بالسالب. السنة دي 2023 لأول مرة عدد سكان الصين بدأ يتناقص بالفعل. والسنة دي لأول مرة الهند تخطت الصين في عدد السكان. طيب وقت البيانات اللي حصل بقى بالشكل ده بالشكل الفظيع ده في الصين كان كام يعني؟ كان كام واحدة في الآخر يعني؟
طبعا مفيش تقديرات، مفيش احصاءات كامله، لان في اجهاض، في اجهاض تم بدون ابلاغ الطب اصلا وبدون ابلاغ الجهات الرسميه، يعني مجرد ما بعرف ان مراتي حامل بوديها الاجهاض حتى لو هو في اول شهور الحمل، لو هو الطفل الثاني او لو هو الطفل الاول، بمجرد ما بعرف انها بنت. فده دول كام واحده، التقديرات بتقول من 160 مليون الى 300 او 400 مليون طفل وطفله بالذات البنات. هناخد بقى قد رقم 160 مليون، يبقى الصين في 35 سنه، طبعا هو القانون ده اتلغى في 2015 لما اكتشفوا المصيبه اللي هم عملوها، وبداوا حاليا يشجعوا بالعكس على زياده الانجاب بس بعد خراب مالطا، لانه الجيل اللي هو بيعول اربعه او اكبر منه ده، ومعظم الجيل بقى من الذكور نسبه تكون بقت دايده جدا عند الاناث هناك، والشعب اساسا بقى عازف عن الجواز وعازف عن الانجاب. فتغيير هذه العقيده في الشعب محتاج على الاقل جيل او اثنين تاني في الفترة دي كلها، الصين هتبدأ تتناقص في العدد. لو خدنا بأقل رقم 160 مليون، يبقى تم في الصين وعد عدد من البنات يعادل مجموع ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية مضروبا في اثنين. أنت متخيل الكارثة؟ ضحايا الحرب العالمية الأولى في أقصى تقدير 20 مليون، الحرب العالمية الثانية في أقصى تقدير 60 مليون، يبقى على بعض 80 مليون. ضحايا الصين فقط من وعد البنات اللي حصلت بسبب القانون بتاعهم كان 160 مليون. ده كان سؤالنا عن أكبر عملية وعد بنات في التاريخ. سؤالنا بكرة عن من هو ذو النور. احنا نعرف ذو النورين، سيدنا عثمان عفان رضي الله عنه وارضاه. مين بقى ذو النور؟ ده معادنا بكرة في فوازير الحكيم. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.